الرزاق يا كريم يا الله يا الله قريت عليها منشور عن قضية سد الماء صح؟ يا يحيى خري وما أصيح لا تخرج شمي يكفيني أبوك خرج وما عاد رجعش يحيى أنا شك فله حميد ما يشتي أحد يكون أكبر منه لأني ابن ناصر المجاوري يا رسولي إجلسي إجلسي صديقي خارج بين الرصاص لنا نخرج الرصاص لا أدفع لنا فعله وهذا يحيى الذي كلمتكم عنه ريحانة 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 شكلها مدوخة أتوفيك جاهزين احنا في الطريقة يلا سلام Thank you.
الو اهلا يا صفاء. اهلا اهلا يا يحيى، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا صفاء، انت داري كم جلسنا نتعب في الطريق كرهنا وصلنا. اهم شيء وصلتوا. هذه ريحان اختك، ما شاء الله كبرتي يا بنت. كيف انت؟ الحمد لله على السلامه ريحانه. الله يسلمك. كيف خالتي وكيف سلمى اختك؟ الحمد لله في خير، سلم عليك. الله يسلمك ويسلم. كيف انا كيف شفعلنا؟ ما اسوي؟ اسمع، أنا قد جهزت لك الأوراق كلها الذي مطلوبة منك، ما عليك إلا توقع وتمكنهم في الريسبشن. هذا اللي قلتي ما هو؟ الاستعلامات، أنا عاد أشيل معي ريحانة، أفعل لها الفحوصات كلها وأجي لعندك. طيب تمام، الله يحفظك يا صفاء، تسلمي يا بنت خالتي، والله قد تعبناش معنا. الله المستعان، هذا واجب. كيف قطع عليا؟ قد كان في يدك، ليش ما تمسكه؟ قد كنت تمسكه وساعدك لكن ضربني يا اخي. كيف ضربك؟ طيب فلوس الشركه؟ الله يعوض عليك، الله يعوض عليك. ولا ما دخلني يا اخي، الله يعوض عليك. كيف الله يعوض عليا؟ الله يسامحك، حسابي الله يسامحك. حسبي الله ونعم الوكيل. اوه اليوم بالبركه، العمليه اليوم كلها مخاطره يا حبيبي. ايش من مخاطره هذه فيها ربح كبير؟ ها توفيق مستعجل، قصدنا احنا عن نقرا حكه. قد كنت عارف ان انتم ما تنتظرونيش انتوا الاثنين. اعتقلكش يا حبوب، حقك محفوظ رغم انك تعبتنا انت والرجال حقك. اي والله اقسم لك بالله انك تعفرك عصافير قلبي فقيعه. ايش افعل؟ الرجال مفجوع، لازم اوقف معه من اجل الانسانيه. يوه يا انسانيه. اسمع يا غسان، انا نصيبي هذا المره اكثر شيء، لانه انا اللي اديت لكم الصفقه. اسمع يا حبيبي، لا نصيبك ولا نصيبي. هذا عاد تقسم بيننا الثلاثه بالعدل. قصدك بين اربعه؟ او خمسه؟ ويمكن سته. ويمكن سبعه. ثمانيه. التاسع هذا لحاله. يما ولا يقع فيها شيء، عاد الفحوصات ما قد طلع عنش. طيب ولا يهمك، لا تقلقش. يلا مع السلامة. لا تقلق لا تقلق، عش في حالك الباري. إن شاء الله ما بشيء. خير سلامة، ما معكم أنا، معكم شيء ولا حاجة؟ معي المرأة، زوجتي، شريكة حياتي. تعبت عليها فجأة، ديتها للمستشفى، بنفتجع عليها أكثر ما تفتجعي على نفسها.
بعدها ولدي ربع سنين وحنا سائرين جايين سائرين جايين وقد المستشفى بيتنا الثاني خيرة الله ما نفعل الحمد لله الله يحفظها لك ولأولادك إن شاء الله هي عندي بالدنيا وما فيها ملجأ كدو أمر الله ما بش ملجأ الحمد لله الله يكون في عونك إن شاء الله عون الجميع إن شاء الله الله يعينك يا بنات يعين الجميع إن شاء الله كم قد لها هذه البركة؟ والله ما أعرفش من يوم ما أعرف نفسي وأنا عبي منه ليش كم عمرك؟ أستحي طيب إيش اسم البركة هذه؟ بركة الغريب لذا الحين ما قد عبيتيش ماء؟ الحمد لله كملت قدها آخر دفعة ليش كم قد اديتي؟ يمكن 8 أو 9 يوه يا قهري على بنتي يا ليت وانا مريضة ولا ريحانة الله لا يقول كلكم يا بنتي قطعة من روحي ريحانة يما مسكينة وصغيرة والمرض ثقيل عليها يوه حنيني على بنتي لا المرض أكل بنتي أكل وأنا متساهلة أكثر الليالي وهي ساهرة ولا أدرينا ما هو مرضها يا رب جعل لي الموت لا يما جعلنيش العافية يما ادعيها دعاش مستجاب الله يشفيها ويعافيها بحوله وقوته اه مديش دخل رجلي وانتي فعلا نفسك رجال تخطي فوق الحجار والشوك ما انتي الا عصفور بتطيري الطيران والله لها شوكة دخلت رجلي ها بسريع هذا دبها انا حسيت كأنه واحد بيخطي قفانا حسيتي وبصرتي اقول ليش والله انها من نصيبنا هيا نتقاسمها ايش طلع فيني يا دكتور؟ للأسف مرضش خطير خطير جدا نقدر نقول نادر مرضش يسمى مرض الجمال والدلع والغنج والله غاجل مش وقتك يا إحياء عندي داري أشفيش أيوة أشفيني أشفيش مغذية الحالة مستقرة يا دكتور تفضل ها ريحانة كيف بتحسي نفسك الآن؟ أحسن يا دكتور طمني يا دكتور على ريحانة ريحانة بنت قوية بتقدر تغلب على أي مرض بس هي بحاجة تجلس شوية في المستشفى لما تعالج إن شاء الله يعني مرضي خطير يا دكتور؟ لا 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 خطير ولا حاجة في حالات فشل كلوي أسوأ من حالتك وأحياناً تصل الغسيل فيها بشكل يومي ما نقلوني من مستشفى القرية إلا هو خطير الطب قد تطور وفي علاج لكل مرض لا تقلقي يا ريحانة وخلي أملش بالله كبير استاذنكم تفضل يا دكتور اسمعي يا ريحانة صح ان مرضش مش سهل بس انا متأكد ان انت هتغلبي على هذا المرض بس انا خايفة من الموت ريحانة انا مشيش اسمع منش هذا الكلام مرة ثانية بعدين من يخاف من الموت
تخيلي سلمى النشيطة والقوية ما تتفجأ، ويمكن أنا لا تقولش هذا الكلام يا يحيى. خلاص يموت الدكتور رشاد. الله يحفظك، إن شاء الله تقومي بالسلامة. هل تريد شخصي شازعدش؟ أنا نشطلع دلدلة. دلدلة عادي بالزنط. هذا لك يس حق من؟ الظاهر من خالدي قد بدون قل. يحيى على وين؟ ما بفعل هاني أي حين جيت من القرية؟ وصلت الظهر كسرت السوق اشتري الملابس حق راوي حق العريس، على الله يطلع المناسبات. كيف أنت يا ريحانة؟ الحمد لله. كنت بخير؟ أحسن. بعدها مالك يا علوي جالس في الدرج؟ كنت حتى كل خالدي يدخل عندها. بيني وبينك زيد قد لي خيرت منها، مدري عادي تذكرني ولا ماشي. ما وصلك داري يا علوي ان قد خالت لها مني خيرات، تحلم هذا بسني افرح قوي تستقبلني استقبال عظيم. والله من انا يا خالف تحي؟ كيف انت يا خاله؟ ما هي فرحة بك قوي؟ هي كانت تفرح بي بس ظل نحن غلطنا في البيت، يمكن في الحالة أو في الباب. زدوك زدوك. كانت تفرح بي والله يا علوي. كيف أنت يا خالة؟ عدم ذكرت أن معك خالة، هيا سبرت لك. أحمد يا الله أني ذكرت يا خالة، ماذا أحب بعد ما صرعت في الباب بدي أنا ذاكر الجو معك. هيا ادخل الشلوط. يلا هيا تفضلي يا علوي البيت بيت. بزي يا خالة. بزي الباقي أنت يحيى. عبزي معي يا خالة. يا الله ما أناش قادر أفرح لها، قلبي بتألم عليها يا يحيى. البنت عادي صغيرة على الزواج. يا علوي يا علوي خلاص يا أخي، ما هيش أول واحد وآخر واحد تزوج، بعدين البنت فارحة فرح لها، هي فارحة وشي تزوج. ولا تنساش إن ابن خالك بشير هذا عينتبه لها وطيب ومسكين. أهم شي أنت خلاص يا أخي لا تحسش إنك متضايق. سامحني شغلتك موضوع راوي وأنا داري نحسك مشغول بريحانة. الله المستعان يا علوي، هنا الثنتين غاليات بس ريحانة علاجها طويل. هذا الظاهر قد صاحب السيارة قد وصل السواق. هي وقتنا شرق عاد الوقت طويل. عاد الوقت طويل ده حين تحسين انك عاد تصير السهول والودية الا ساعة لها ما خلاص. يلا بزها وراك لدينا خلاص بسي تشيل هذا معنا عشان يكون في حمول. الله يا علوي توصل بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. أمان سلم على سلمى. حاضر. وسلم على أمي وطمنها علي. بعيني. الله يحفظك. وأمان سلم على راوية وقول لها تسامحني حين ما قدرتش أحضر على السير. ولا يهمك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. ولا تسلمش على عمك حبي. أكيد. أمانها وبسر الأرض حقي تفقدها لأني أنا داري إن عمك حميد قد طلع بالحد حق إلا عنده شجر. ما تقلق شو مشغول بالعرس. آمين الله يشغل إن شاء الله. أمانة وسلم على نور. يوصل. هتخلينا نروح لنا يا حي ولا هتقمبر ترسل سلامات؟ سلامات يا أخي مالك؟ يا أخي يرسل لمن يشتي يا أخي، وحداتي ولا وحداتك؟ ما عليك يا أخي. ما له هذا يا حي. يا علوي ما عليك. يا أخي فلتني يا. مع خلاص رسل سلامات للناس كلهم. يوصل. وسلم على النحل. خلاص يوصل خاطرك يا يحيى. فكد هنا ها وسلم نفسك. انت بين ريحانة. يلا الله يفتح عليك توصل بالسلام ان شاء الله يا علوي. الو ها وينك؟ لا تتأخرش. ايوه احنا جاهزين يلا. هيا ثبت. مدوا أيديكم.
فك يدك. قل بعدي. زوجتك موكلتي راوية محمد أحمد الرياحني. زوجتك موكلتي راوية محمد أحمد الرياحني. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. وعلى المهر المتفق عليه. وعلى المهر المتفق عليه. قل قبلت. وأنا قبلت. مبروك. الله يبارك فيك. صلى الله على النبي. دلا يا عبدول دلا ما أدفع. ما شاء الله. كم قد في جيبك؟ كلك كلك. يحيى اختك رقدت بغراشة. خلها يا خالة ترقد، اليوم تعبت قوي. ناهي للم هذا الطناني كله، خليها على الباري. اكيد يا خالة، ما لنا غير الله لكن معمل. انا محتر قوي، مانيش عارف انه كان علاج ريحاني يحتاج له وقت وفلوس وسكن. عدنا اليوم حسيت بالمسؤولية اللي تركها لي ابي. الناس عبرت لك لما بيدخل في ذهنك هذا كله وبيتي موجود وصفا. عشان زيد اتصل لها اقول لها تحكي الدكتور رشيد ينتبه لكم في المستشفى. الدكتور رشيد ما قصرش، الله يدي له العافيه، قام بواجبه وزياده. الله يحفظه. هيا تعشى. انا شا رحلي. انا عد رحلك. معي موضوع مهم. ما من موضوع هذا ساعة يا خالد، معي موضوع مهم. ما هي ما من موضوع، قام برد عشاء. عبد الراكب، وانت ما قلت لي ما ادفع بالفلوس؟ اتزوج به. اول سير اشتري لك عين صديبها. كلام الصدق. شهد على هذا الاقرع لاقو ما ركب لك راس بدل الراس. راس ناهي. وانت ما في نفسك؟ انا في نفسي سياره. ايوه حالي، واحنا نجي نسرقك، احنا خبره واحده. وينو امير؟ خذوه هناك سبقنا، عاد اتصل الان. الان اجيب ماتوري والحقك. تمام يا سريع. أصبح غريب، صرنا جروح للوقت وأحزان السنين،
للكره ولا للخلاف. كم حلمي ما فينا ولا غير الحنين، متفرقين حتى من الفرحة نخاف. عمري الخلاص مكان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا عيل عمر ضاع أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. عيل عمر ضاع أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. تعود الحياة حتى تعود المياه، إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس. والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق